أنا ودي تجلس مع نفسك الليلة، تجلس مع نفسك الليلة وتشوف وش الأشياء اللي التي تقع تحت بند يجب في حياتك. ما هي الأشياء التي تقع تحت بند يجب في حياتك؟ نجي للعزائم، وش اللي يجب عندك؟ يجب 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 يجب. راجعها يا أخي، وش اللي يجب؟ هل هي هذه اللي يجب يعني سواها الرسول؟ هل هي يجب قائمة على قانون ما تقدر تتجاوزه؟ هل هي يجب؟ وش يجب؟ طيب في ما يتعلق بالولائم يجب. طيب في اللبس وش اللي لازم والمفروض ويجب؟ طيب نجي في مسألة درجاتك وشهاداتك، يجب ولازم والمفروض. تجي لتعاملك مع زوجتك، يجب أن يجي يلقى الغداء جاهز، يجب. لا تشوه حياتك وتؤذي نفسك، لا تؤذي نفسك، لأن الإنسان يشعر بالسخط العالي جدا من نفسه إذا خالف يجباته. إذا كل ما حصل على ما يجب يضيق صدره، يضيق صدره. بل أني اكتشفت يا جماعة، وأنا كنت يعني أبحث وما زلت عن الغضب، عن الغضب، ما الذي يغضب الناس؟ ما الذي يجعل الإنسان غضوب؟ وجدت أن من أكثر الأشياء التي تجعل الإنسان غضوب هو بند يجب. عند اقتحام الإنسان الآخر لمساحة اليجب حقتي أغضب. تلقى واحد يمس ماسك الطريق ويلف عليه واحد ويغضب وهو يسوق. ليش يغضب؟ يا أخي لازم، مو من حقه يدخل علي، يجب أنه يلتزم بكذا وكذا. لما تكثر اليجبات، يجب على زوجتك كذا، ويجب على أبنائك كذا، ويجب على، تصبح إنسان لوام، تصبح إنسان متذمر، تصبح إنسان غضوب، تصبح إنسان لا يطاق. أنت لا تطيق نفسك. شوي شوي ارفض. الحياة أجمل وأبسط مما تفرضه أنت على نفسك. خلوني أشرح لكم يجب هذه شو تسوي، شو تسوي. ممتاز. في الغالب أنا اللي يقول لي ياسر يجب كذا، أقول له من قال يجب؟ ما الذي أوجبه؟ بس أنا أسأل هذا السؤال له لأصحح لديه هذه الكلمة يجب، أن أقلل على الأقل التزامه بها. أقول من اللي قال؟ من اللي قال؟ من اللي قال يجب؟ ما في، بس هي كذا معروفة. مش اللي معروف أنا ملزم به؟ لا ماني ملزم به، لست ملزم به. خلونا نشوف الآن وش إيش تترتب، ماذا يترتب على كلمة يجب. واحد، أنا عندي ثلاثة مستويات. أنا مو بياسر، أنا الإنسان عندي ثلاثة مستويات في المشاعر. المستوى الأول يسمى مستوى الطموح، هذا الطموح. المستوى الثاني يسمى مستوى الرضا. المستوى الثالث يسمى مستوى السخط. تمام؟ ثلاثة أشياء، أني أزعل ما أرضى، أو أكون راضي، أو الطموح، أو الطموح. مشكلة كثير من الناس يا جماعة أنه يجعل رضاه مرتبط بالوصول إلى طموحه. تكفى، لو ما تطلع من البث إلا بهذه، اسمعني بقلبك. مثلا هذه المبادرة، أنا يرضيني، كان يرضيني أنا طموحي، مثلا طموحي أني أننا نحصل على 1000 مشارك، هذا طموح، هذا الطموح. ويرضيني لو ما يجي إلا 50 واحد جات، ترى يرضيني، يرضيني. جيد، أقل من 50 أشعر يا أخي لا، يعني يا ربي طيب شو المفروض نسوي؟ طيب يمكن توقيت خطأ، طيب لو نسوق أكثر، طيب يمكن الفكرة ليست جاذبة. أدخل في منطقة السخط أو عدم الرضا. جيد، غالبا الإنسان، لاحظوا كم الرقم الآن، لاحظوا الرقم الآن، تبهوا ترى الرقم مهم جدا. لاحظ هنا 50، هنا رقم 50، وهنا رقم 1000. شوف الفرق بينهم. أي رقم فوق 50 وأقل من 1000 هو مرضيني وزيادة. لاحظوا مرضيني وزيادة. لو جاء 60 يا ربي لك 70، لا حول ولا قوة إلا بالله. 100 الله أكبر، 150 بالله عليك، 300 الله أكبر، 400 سجود شكر.
مرة مبسوط متشقق. ليش؟ لأن فرق بين طموحي وبين مستوى الرضا، يعني ما الذي يرضيني؟ وين المشكلة؟ المشكلة لما أقول يا جماعة أنا طموحي ألف، ألف، وترى 950 يعني إذا مرة 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 950، فقربت مستوى رضاي من مستوى طموحي، وبالتالي هنا تحدث المعاناة. لأني لو جبت مثلا 900 أنا زعلان الآن، زعلان. لذلك من الأشياء التي مهم جدا على الإنسان أن يتبناها في نظرة للحياة أنه يجعل هناك ثلاثة مستويات ويباعد بين المستوى الأول والثاني اللي هو بين طموحه وبين رضاه. بمعنى أنا طموحي أني أحصل على درجة كاملة في الاختبار ويرضيني أني أخذ 95، يرضيني، مو بلازم 100، لكن 95 جيد، حتى 95 ترى قريبة، 90 يرضيني، لكن ما تحت 90 أدخل في مستويات السخط، يعني أبدأ عدم الرضا. وعدم الرضا ليس واحد، يعني أنا عندي 50 هنا، لو خدت 49 لا يجب أن أساويها، مين أبيض وأسود يا جماعة، لا يجب أن أساويها بأني لو خدت 10. ترى بعض الناس يخربها، مين فارقة معه، ما همني أصلا، ما أخذ 49 أو ما أخذ 10، ما يبرح، ما أخذ الشهادة، ما يبرح يأخذها، خلاص خلاص، هي يا كذا يا كذا، يا أبيض يا أسود. لا، ليس بهذه الطريقة يا جماعة. يا كرام يا أحبة، حياة الإنسان فيما يتعلق بالرضا مثل هذه. ها اسمعني بقلبك أرجوك، الآن عندي، الآن خلينا نقول، طيب هذه ساعة، الآن هذه ساعة رقمية، وفي ساعة تماثلية، هذه اللي بالعقارب، اللي بالعقارب. فلاحظوا الآن لو قلنا هذه ساعة العقارب، فإن الساعة واحدة إلا ربع، خلنا نقول إن هذه رقم واحد، واحدة إلا ربع أو إلا ثلث كذا، تمام؟ إذا افترضنا إن هذه 40، جيد؟ حلو. هذه ساعة عندي واحدة وواحد وأربعين، وهنا واحدة أو 12، هنا 12 عفواً، واحدة واثنين، هذه الساعة ثنتين، فهي واحدة أو ثنتين إلا ربع. زين، إيش اللي أبغى أقوله؟ بعض الناس في حياته مثل الساعة الرقمية، وبعض الناس في حياته مثل الساعة التماثلية، في حياته فيما يتعلق فيما يتعلق برضاه ونظرته أيضا لحياته وأموره. كيف؟ هي كالتالي، الآن الساعة واحدة، هذه الرقمية، الساعة الرقمية، تجد أنها هذا الرقم ما يتغير، وأنت تنطقها تقول واحدة وخمس، واحدة وأربع، عفوا وعشر، واحدة وربع، واحدة ونص، واحدة واربعين، مكتوب جنبها هي الساعة كذا، أنت تقرأها كما هي، واحدة واربعين، واحدة وخمسين، لاحظ ما زلت تقول واحدة، واحدة، واحدة وخمسة وخمسين، واحدة وتسعة وخمسين، بعد 59 كذا فجأة، يعني فجأة 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 تصير ثنتين، ما في مقدمات، طق ثنتين بعدين جنبها أصفار. الله، كنت ماشي بواحدة واحدة 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 واحدة، ثنتين فجأة، ثنتين. الساعة التماثلية ليست كذلك. الساعة التماثلية أنت تقول واحدة وخمس، واحدة وربع، واحدة وثلث، واحدة ونص، بعد ونص، واحدة ونص وخمس، بعدها ما عاد تقول واحدة، تبدأ تقول ثنتين إلا ثلث، ثنتين إلا أربع، ثنتين إلا عشر، ثنتين إلا خمس، ساعة ثنتين. بعض الناس في حياته بهذه الطريقة، بعض الناس ماشي الأمور، يعني قاعد يشوف الوقت أو حياته تماثليا، والله أنا كويس اليوم، أحسن اليوم، أنا بحسن اليوم، كذا اليوم كذا، يعني يفرق في حياته، يعني يستشعر، خلني أجيبها لك بوصف أدق، يستشعر النعم والتحسن، يعني مثل التماثلية، بعد الساعة 1:35 بدأ يقول لا أنا ما يب واحدة الآن، أنا الحمد لله ثنتين، بدأ لا، بس ناس، في ناس لا، حياة رقمية،
أنا حياتي رقمية، أنا إذا ما جت زي ما أبغى تراها واحدة. طيب واحدة وخمس زي واحدة وربع، زي واحدة ونص، زي واحدة وخمس ثلاثين زيها واحدة، ما زال رقم واحد موجود، نعم أنا متغير أصلا أنا كذا. والله كيف أمورك؟ والله يا ابن الحلال ما زلنا. وش أخبارك اليوم؟ والله يا ابن الحلال. فمثلا خلنا نقول واحد مريض مريض عنده إنفلونزا مثلا، فعادة أول ثلاث أيام مرة متعبة، فتقول له كيف أمورك؟ فهذا بيقول له والله تعبان، وهذا والله تعبان نفسه. بعد أربع أيام كيف أمورك هذا؟ والله من الحلال تعبان بس باقي فيه كحة وبس خفيفة. هذا لا والله بشرك ما عاد فيه إلا كحة، صارت بدأت الساعة عنده تنتين إلا، تغيرت من واحدة ونص، من واحدة وربع واحدة ونص صارت تنتين إلا. والله الحمد لله اليوم أشوى، لا أشوى مع غير باقي هالحلق عسل وينتهي. هذا ما عاد فيه شيء. اللهم ان يعني يحس في ما زال في سيوله في الاف، بس طيب ما عاد في الام، ما عاد في وجع الظهر، ما عاد في شيء، بس شو اخبارك اليوم؟ والله ابن الحلال طبت. لا والله لا والله دعواتك. ليش؟ لان عند الحياه 51، ما بعد واحده ما زال 59. هذا شو اخبارك؟ ابشرك طيب ما فينا العافيه. ليش؟ الحياه يراها تماثليا، تماثليا يستشعر التغيير، يستشعر التحسن، وبالتالي هو أكثر رضا وأقل حدية وأقل تطلب الكمال، مو برقمي يا ساعة واحدة يا ساعة ثنتين. أنا ما ثنتين لأربع، لا ما عندي شيء اسمه ثنتين لأربع، هي واحدة وخمسة واربعين دقيقة، لا تشغلني واحدة ما راح أغيرها. هذا اللي كنت أقصده في قضية أن يكون عندنا فرق بين الطموح والرضا والسخط.